حبيت خبرك من هلا، خفت لتقوم تتصل فيها قبل ما تجي على البيت تسمع لك كم كلمة بيزو لك بدنك. هلا بس تجي على البيت بحكي لك القصة كلها وبالتفاصيل، ماشي؟ طيب اوكي، ماشي. يلا مع السلامة، باي. مامي هتحمل حالك وتروح لعند عمو وتعطيه علبة الشوكولا، شو رح تقله؟ يقبرني انا ليش؟ يلا، انا عم بستناك على البلكون، روح بسرعة وبترجع طيارة على البيت، ماشي؟ يلا. تعبتي كأنه شفتي لك شي بابا؟ لا بس بصراحة ما توقعت جيتك. شو ما في كلمة تتفضلي؟ بلا بلا تفضلي. ولا ملحقتيها. خالتك وحبيبة قلبك هبوشة، ولذلك قررت إني إجي وصالحك وأقول لك يا ريت تنسي كل شي صار بيني وبينك. شو طمنيني كيف شغلك؟ خير يا مرفت. ترى شو اللي صاير معك لحتى تجي لعندي بجلالة قدرك تصالحيني وتطلبي مني انسان اللي صار؟ هبة وين شردتي؟ عم بسألك كيف شغلك؟ تمام تمام الحمد لله، يعني بقي لي هالكم حلقة وبخلص المسلسل كله. اي كثير منيح، بس مشان الله خففوا لنا شوي من هدول الشخصيات الرومانسية تبعاتكم وحب وقرف. عملوا لكم شي شغله هيك فيها سسبنس، قتلني قتلته، سفقني سفقته، لعنت سلسفيل عيلته، لعن سلسفيل سلسفيل عيلتي والجيران. ليش يعني بدك يعني اكتب قصه حياتك مثلا؟ هي لا تخليني اندم اني اجيت بصالحتك. لك عادي عادي بالغلاظه عم بمزح معك، شو بكي؟ صاير مزحك ثقيل. سوري. قومي ساوي لك فنجانين قهوة، انتي ايمتى بدك تجيبي لك شي فلبينية؟ يعني مو معقول كاتبة هيك قد الدنيا ولسه بتطبخي وبتنفخي وبتعجني، ما حلوة مشانك. ستايل. حبيبتي نبيل ما بيحب الشغالات. بعدين أنا عندي حفيظة، بتجي مرتين بالأسبوع لعندي. بتقلط هالبيت وبتساوي لي إياه مثل الفل. ليش بدي أحط وحدة بوشي؟ أنا قايمة أغلي لك قهوة لبين ما تخلصي تليفوني. ألو؟ لك أهلين للوشا، كيفك؟ وين غلطت انتي صار لك فترة؟ ليش خير؟ شو بهالقطة؟ جنجونة تقبش قلبي لك، هذا كله من أكل الشوكولا يا حبيبتي. صباح الخير. إن شاء الله صحة وهنا. ان شاء الله بيقبرني على الصباح. صباح النور يا عمري. شو بك يا حبيبي؟ شوقتني حبيبي، اول مره بشوف دقنك مو مزبطه. اسف يا عمري، يلا هلا بزبطها. الله الله، زبده وعسل هي اكلتي المفضله. صحه وهنا يا عمري. لك عن جد انا مالي عارفان كيف بدي اترك هالعيشه بالجنه وارجع لعند هدول الخناشير بالشغل. يا حبيبي بكفينا عسل، يعني صار لازم نرجع على شغلنا.
بتعرفي يا ريتني عايش بايام زمان، كنت قضيت معك هلا شهر عسل كامل ب30 يوم، مو كلهم كم يوم هيك راح يوصل الوقت، والله العظيم ما تهنيت فيكي. ليش حبيبي ضروري نعيش العسل بس بشهر العسل؟ ان شاء الله كل ايامنا عسل بعسل. لك ان شاء الله بيقبلني العسل، انا متاكد من هالشيء. صحة وهنا يا عمري. على قلبك حياتي. خليني طعمك بايدي. ان شاء الله بيقبرني هالتمر اللي مثل الفستق. خلص ميدو، والله مستحيل. لك الاخير ربه اللي بيستحيل. شوك حبيبي؟ ليه عم تطلع فيني؟ يعني ما بعرف حبيبتي بس انت فيك شيء تعبانه، اول مره بشوفك وشك معي. لا يا عمري لا. الشاي. نسيت الشاي. ان شاء الله بيقبرني. الو مرحبا استاذه راما، يعطيك العافيه. انا ساره من مجله ايفا، حبيت اتصل فيكي بس مشان ناكد الموعد بيناتنا اليوم، لانه بدنا نحكي بقانون الاحوال الشخصيه فيما يتعلق في لا عفوا، بس انا على الاغلب ماني غلطانه، لانه ليك الموعد موجود قدامي على الكمبيوتر تبعي، انا كاتبته بايدي. لا طولي بالك، بعتذر منك، انا اسفه كثير، اكيد انا الغلطانه، على الاغلب انا بكون غلطانه، يعني سوري ما تاخذيني، يا عيب شو منك. اهلين استاذة راما. اهلين. باي. مو معقول. لك ليك الموعد؟ مكتوب قدامي؟ لك شو صاير لك انت؟ شو صاير لك؟ والله ما في بالعادة. يا ربي. لك يبعث لك حمى ايه؟ تحب حبيبتي اجي معك عند الدكتور؟ ايه والله يا ريت، تفضل يعني. ماشي. قبل الميعاد بساعة تلاقيني عندك. أهم حاجة إن أنا أطمن عليك. مش أنت بس اللي عايز تطمن على طنطرانة يا بابا، كلنا عايزين نطمن عليها. تقبر قلبي. تقعدي يا حبيبتي عشان تفتكري. بابي، عايزة توست عليها قشطة وعسل. ماشي. وعصير برتقال. ماشي. شو طيبة؟ إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك. أهلين مدام عليا، أكيد على موعدنا. يعني أنا بفضل نطلع بسيارة واحدة، أنا ما بعرف المكان مشان ما نضيع، وبالرجعة برجعك على المجلة. ماشي اتفقنا، مع السلامة. هلا أنت ليش معصبة؟ لانه ما كان بدي اروح معه المشوار وحضرتك احرجتيني قدامه، ما عرفت شو بدي اقول، قلت اوكي ما بدي خجلك قدام ابن خالتك، مشان هيك بدك تروحي معي. انا لو ما بعرف انه وسيم شب عن جد اخلاقه عاليه ما كنت بقول لك. بعدين تعالي هون، نحن عشره عمر ورفقات من زمان، وانا لو ما عندي احساس جدا قوي انه انت لهلا لسه بتكني له مشاعر ما كنت قلت لك على الموضوع، والا ليش عصبتي؟ ساره شو له طعم هالحكي هلا؟ روحي الله يخليكي جيبي لي باقي المواد. يلا ليكي سارة، أنا ما رح أروح معه لحالي، بدك تروحي معي. خلاص أوكي، خلاص رح أروح معكم، شو بك حاجة رح تبكي؟ يا تيم، بالورق لا أطلق عليهم الأستاذ عليا. كيفك أستاذة سارة؟ هذا أنت؟ أها. أنت شو عم تعمل هون؟ والله مثل ما لك شايفة، عم فرمت له كمبيوتر لصديقي تيمو. عفواً؟ تيمو؟ اها. علينا من الصوت. هي باقي المواد طلبتهم الاستاذه علي. تيم؟ سوري قصدي تيمو؟ فيني اعرف قد ايه لك بتعرفه للاستاذ اللي قاعد هون؟ صرنا فتره. شلون ما بتقلي؟ كيف ما بتجيب لي سيره؟ ما فكرت الموضوع بهمك.
لك شلون ما بيهمني؟ ليش مو انا اللي دعسته بالاول؟ حلوه هي كثير، مو انا اللي دعسته بالاول، يعني انتو كنتم متفقين تدعسوني سوا، قامت هي غدرتك ودعستني قبلك. فيني افهم انت شو بدك مني؟ شو قصتك؟ تيمو شفتي هالبرامج اللي نزلت لك اياهم بكفوا ولا نزل لك شيء ثاني حبيبي؟ اوكي بعد اذنك. تفضل. اوه ممتازين موفق، يسلموا ايديك. عظيم. ايه طبعا بتكون عم تخرب له الكمبيوتر تبعه مثل ما خربت لي اللابتوب تبعي. لا بدك تسمحي لي من بعد اذنك. انا انقذت لك اللابتوب تبعك من ايدين ولد حرامي سرقه وكان نازل يبيعه على الاغلب بسوق الحراميه بشي 5000 ليره. طبعا بقلبه صورك الحلوه اشكال والوان. بقى على القليله اذكريني بكلمه شكر، قولي لي يعطيك العافيه، مو صار لك ساعه قاعده عم تتمقطعي فيني. لك حاج بقى، حاج استحي على حالك، حاج تمثل دور البريء. انا لا بعمل دور البريء ولا بعمل دور المتهم ولا بعرف مثل اساسا. على كل حال اذا بدك زبط لك اياه للكمبيوتر بقدر ارجع لك اياه مثل ما كان واحسن. عن جد عم تحكي؟ كيف؟ هيك كبسه زر. الله معك حبيبي. حبيبتي انتي بدك تطولي اليوم استرجاع الجامعه؟ لا يا عمري، يعني على ثلاثة اكيد بكون بالبيت. ايه منيحك، انا على ثلاثة بدي اترك شغلي وبجي لعندك. على هالحالة يومين ثلاثة وبتعرفكم من الشغل؟ وفداكي، بدك شيء اروح لك. شو بك حبيبي؟ شو صار لك؟ ولا شيء يا عمري ولا شيء، فاتت هدول الاختراعات اللي حاطيهم براسك كمان. سلامة عينك، كده على حالك يا حبيبي. الله معك. عبالي حبيبي عمرك ما قتلتك يا كبر قلبي، كبر قلبي اللي بزت اغراضه بين مكان شو هذا يا عمري؟ اي والله معه حق، بعتي وتعبانه. عبالي تجرحني هلا هيك بدي روح على الجامعه انا؟ والله شكلها الحياه كلها بدها تتغير. تاخد شوية مي؟ شوف أنا بعمل إيه؟ بعجن عجين الفلاحة. وأنا كمان هعجن عجين الفلاحة. خد شوية تين. قفشت نظري هلا بتعاقبنا. يلا والله هلا بدي أقول لماما رانيا يلا الحمام بسرعة يلا يلا يلا. طمنا دكتور. لا الحمد لله كله تمام. يعني فينا نطمن على البيبي دكتور؟ طمن طمن كثير ممتاز. ايه سوريدا؟ ليش شو في؟ ايه طيب بس فهميني شو في؟ عناوين مشوقة. الانجاز بالمعلومات اللي رح تيجي تحت هالعناوين. وانا كمان بتوقع انه تكون المعلومات مهمة وبنفس أهمية العناوين. أكيد دكتور. أنا حابة أعمل بصمة برسالة الماجستير، خصوصاً إنك الدكتورة المشرفة، يعني شو بدي أحسن من هيك؟ ماشي، معناها بنقراها وبعدين بنحكم. صحيح سالي، حبيت أقول لك مبروك الزواج. ما بعرف كيف هيك شفتك فجأة كبرتي وصرتي مدام بعد ما كنتي بنوتة صغيرة. الله يبارك فيكي دكتورة. شو؟ ما خلص فرمت الكمبيوتر؟ لسه. شربي لي كاسة شاي؟ عفوا، قاعد بمكتبي وعم بتضيفني كمان؟ شايفة؟ مرحبا عمي أبو أسعد. الله يخليك، بدنا فنجان شاي تاني إذا بتريد على مكتب الأستاذة سارة. مع السلامة، على راسي أبو أسعد. شو رأيك تاكلي لك سندويشة من سندويشاته كمان كثير زراعه؟ لا شكراً، أنا ما بفطر. غلط كبير. عفواً؟ وجبة الفطور هي أكثر وجبة بيحتاجها الجسم بين كل الوجبات اليومية، لأنه هي الوجبة اللي بيمتصها الدماغ. وعلى حد علمي أنتم الإعلاميين كثير بتحتاجوا دماغكم، لأنه بتزودوا المستمعين تبعكم بالحكمة اليومية والموعظة الحسنة. الله الله الله، شكراً كثير لك على هاي النصايح والمعلومات الصحية الرائعة. ويلكم. يلا ساعة بالكثير بيكون الكمبيوتر جاهز، بتستلميه مثل ما أخذتيه من الوكالة.
شو يلا جيبي غلادك وصل وسيم. لك شو بك؟ لسه ما خلص لي فرمت الكمبيوتر. مين هاد؟ تركي لحاله؟ إيلو عندك شغلة عندك مواعيد سارة؟ أنت وعدتيني من رح روح لحالي؟ ما بقدر عم قلك ما بقدر. لكلها تساعة زمان بتروحي بتقطيها وبترجعي. بعدين شو هلأ يعني صار وسيم عوض بالدولار يعني؟ الله مريم. ما فهمتي معاد السقيم لحاله. فهمتي؟ كل مرة بتحطيني بنفس المواقف ما لي علاقة. تركي لحاله وتعي معي. عليا انتي امرأة صلبة وقوية خاصة بالمواجهة مع آدم. تذكري هذا الشيء تقبريني تذكري.